حول هذا الموضوع. معي من هنا من لندن مراسل بي بي سي عصام عكرماوي. عصام، كيف تتفاعل مسألة تأخير رفع المرحلة الأخيرة من الإغلاق هنا في بريطانيا رسميا وشعبيا؟ رسميا هناك الكثير من الانتقادات من داخل حزب المحافظين ومن البرلمان البريطاني لقرار الحكومة. في حزب المحافظين هناك من يقول أن الحكومة بتأجيلها رفع القيود كما كان مقررا أو يوم الحرية الذي كما أطلق عليه بوريس جونسون سيؤدي إلى أن يتكبد التكبيد الاقتصاد خسائر فادحة بمليارات الجنيهات، وأن ذلك يعني يعتبر خيبة أمل بالنسبة للكثيرين في قطاعات مختلفة، قطاعات اقتصادية مختلفة كانوا يأملون في أن يتم رفع كل هذه القيود كما تعهد رئيس الوزراء في السابق في 21 من هذا الشهر، لكنهم الآن عليهم الانتظار لأربعة أسابيع أخرى، وهذا يشكل خطرا كبيرا لأنه الكثير من العاملين في هذه المهن قد يضطرون إلى التخلي عنها وتركها والبحث عن أعمال أخرى. لكن الحكومة تقول إنها تستمع إلى الرأي الطبي، والرأي الطبي نصح بتأجيل رفع الإجراءات إلى الشهر المقبل على أمل أن تتمكن في هذه الفترة من تطعيم ما لا يقل عن 10 ملايين مواطن إضافي، الأمر الذي سينعكس إيجابيا على الإصابات بالفيروس خاصة من سلالة دلتا وفاء. أشكرك من هنا من لندن مراسل بي بي سي عصام عكرماوي، شكرا جزيلا لك.